صباح الخير يا ولد الريامي. اسمع استاذ حمد، بقول لك شغله. احلى شيء في الدنيا لما تكتشف مع مرور الزمن الطويل، الله يعطيك طولة العمر، بانك على حق. بمعنى انت حبيت الشخصية وحبيت درمندر، تمام، وما انصدمت. الله ما خلاك تنصدم، الله خلاك تقول محبتي في مكانها. وانا متأكد بل واثق انت ما قعدت مع درمندر واستانست، بقدر ما انت اكتشفت ان هذا الانسان اللي حبيته هو اهل للحب.